ويلكم تو كارديو اليكس 19. احنا معانا النهارده الاستاذ الدكتور عبد العزيز بلال. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا فندم. حضرتك ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور عبد العزيز بلال، استاذ ورئيس قسم علاج الاورام في طب اسكندريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. عرفنا ان حضرتك كان عندك سيشن الصبح. صحيح. ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ هي السيشن الصبح كانت بتتكلم عن ضغط الدم، والحاجه اللي كانت لينا علاقه بيها هي هل يوجد علاقة ما بين أدوية العلاج بالنسبة للأورام السرطانية والإصابة بضغط الدم ومدى تأثيرها على القلب؟ فكانت الحقيقة سيشنز كويسة قوي قوي. عايزين نعرف بقى في علاقة ما بين العقاقير اللي بتستخدم في علاج الأورام وبين مرضى المرض القلب عامة؟ اكيد في علاقه، وفي علاقه جامده جدا. احنا بالنسبه لاي مريض مصاب بورم وهيخضع لعلاج، اكيد اول حاجه احنا بنفكر فيها او احنا بنشوفها لازم حاله المريض العامه. وحاله المريض العامه دي تنقسم الى طبعا بتعملي له فحص وبنطلب تحاليل واشاعات، بالإضافة للتحاليل والإشاعات والاطمئنان على وظائف الكبد، وظائف الكلى، صورة الدم بتاعته. إحنا لازم نطلب كفاءة القلب والفانكشنز بتاعته، هل بتعمل بشكل صحيح، وهل المريض ده مصاب عنده حاجة، مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الضغط ولا لأ. لأن قبل ما بناخد قرار العلاج في بعض أدوية بتأثر على هذا الكلام، فلازم ان احنا نقيم المريض كويس جدا بما فيها حالة القلب. مش بس كده، مش بس وانا بدي قبل ما اخد القرار بتاع العلاج، لو احنا بندي العلاج ففي بعض ادوية لها علاقة وطيدة جدا بارتفاع ضغط الدم، وفي علاجات اخرى لها علاقة او لها تأثير على عضلة القلب نفسها، سواء كانت العقاقير دي او العلاجات دي علاجات كيميائيه او علاجات زي الحاجات الجديده اللي هي زي العلاج الموجه. مش بس كده، ده في بعض انواع العلاجات الهرمونيه بتؤدي لارتفاع نسبه الدهون في الدم، ودول العيانين دول بيبقوا عرضه للاصابه بامراض القلب، سواء كانت امراض قلب او ان هي ممكن تعمل جلطات. فلذلك ان حاجه مهمه جدا ان احنا نقيم المريض ونطلب التحاليل المختلفه ونطلب الاشعاعات وكفاءه القلب ونسبه الدهون، لان في بعض زي ما قلت لحضرتك سواء علاجات هرمونيه للرجاله وللستات. يمكن اكتر حاجه التهام يعني درجه اللي هي في الثدي، في بعض انواع من الهرمونات بتؤدي لارتفاع نسبه الدهون في الدم ولازم ناخد بالنا كويس جدا. وبالنسبه للرجال في بعض انواع الهرمونات اللي احنا بنديها بالذات في اورام البروستاتا، ولذلك لازم ان احنا نبقى مخليين بالنا جدا من هذا الموضوع. دكتور، كنا عايزين نعرف هو فعلا الجلسات الاشعاعيه ممكن تاثر على مرضى القلب؟ الجلسات الإشعاعية، العلاج الإشعاعي غير العلاج الهرموني أو الكيميائي أو الموجه أو الحديث اللي هو العلاج المناعي. العلاج الإشعاعي ده علاج موضعي عامل زي الجراحة. فإحنا لما بندي علاج إشعاعي بالنسبة للمريض، إحنا بنأثر على المنطقة دي بس وما بنأثرش على مناطق تانية. طيب، هل ده بالنسبة للأورام مهم؟ طبعاً، لان في كثير من السيدات مصابات باورام الثدي. اورام الثدي في كثير من الاحوال بنضطر ان احنا ندي بالاضافه للعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني علاج اشعاعي عشان نطهر المنطقه اللي اتشالت، او سواء كانت اتشالت كامله بالنسبه للثدي او جزئي، سواء ده او مع الغدد الليمفاويه، على اساس ان احنا نقلل فرصه ارتجاع المرض موضعيا، ولذلك ده علاج موضعي. طيب، الستات دول من عضله القلب
موجودة طبعا بالنسبة للستات اللي عاملين العملية دي بالذات في الثدي الشمال أو الأيسر. ولذلك إن احنا لازم قبل ما بنبتدي علاج إشعاعي فلازم إن احنا نعمل جلسة تخطيط فحوصات. إشعاعي على أساس إن احنا نخرج الأوعية الدموية المهمة وعضلة القلب من الراديشن. الفيلد بتاع الإشعاع. وكمان مش بس في الثدي الايمن، برضو في الثدي مش بس في الثدي بس الايسر، الايسر في لكن برضو الايمن في الثدي كمان. الايمن، لان بنبقى حريصين جدا ان احنا ما ناثرش على الشرايين المهمه بالنسبه لهؤلاء المرضى. بالنسبه حتى كمان للناس المصابين باورام الرئه، برضو انت احنا بنلجأ في كثير من الاحيان او في معظم الاحيان لإعطاء المرضى دول جلسات إشعاعية. ده بيأثر على حالة القلب وحالة الرئة، فلازم نعمل الأول جلسات تخطيطية عشان نأثر بس على المكان بتاع الورم، ومحاولة إن احنا نتفادى أي أضرار ممكن تنتج عن العلاج الإشعاعي. إشعاعي. ميرسي جدا يا دكتور، شكرا كنا جزيلا، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا.